واللجنة المعينة لإدارة الإسماعيلي قررت تجديد الثقة في أحمد حسام ميدو وجهازه المعاون خلال الفترة اللي جاية لإدارة الفريق الأول، إضافة إلى صرف مكافأة الفوز على الداخلية في الجولة 16 من الدوري المصري الممتاز، بجانب وضع لائحة خاصة للفوز بالمباريات في الفترة اللي جاية. ووعد مجلس إدارة الإسماعيلي اللعيبة بحل أزمة المستحقات خلال أيام. المسؤولين في نادي البنك الأهلي أعلنوا ضم باسم مرسي مهاجم فريق الإسماعيلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية مقابل 3 مليون جنيه لمدة 3 مواسم ونص، وده علشان يعوضوا رحيل المهاجم ناصر منسي لفريق الزمالك. وجه ضمن الصفقة أيضا انضمام إسلام جابر لاعب خط الوسط في فريق البنك لمدة 6 شهور لفريق الإسماعيلي على سبيل الإعارة. ونجحت ميار الشريف لاعبة المنتخب الوطني للتنس الأرضي في التأهل للدور الثاني في بطولة ليون المفتوحة للتنس بعد الفوز السهل على الكرواتية أنا كونغو، وفازت ميار على الكرواتية بنتيجة 6-2 و3-2 في المجموعة الأولى، وانسحبت اللاعبة الكرواتية خلال المجموعة الثانية من المباراة. وصل منتخب مصر لكرة اليد إلى مطار القاهرة عقب نهاية مشاركته في بطولة العالم لكرة اليد اللي أقيمت في بولندا والسويد، وحصل خلالها منتخب مصر على المركز السابع عقب فوزه على المجر بنتيجة 36-35، وشهدت البعثة غياب برنودو واللي سافر لأسبانيا مباشرة. نادي فالنسيا الإسباني أعلن بشكل رسمي رحيل المدرب الإيطالي جاتوزو، وده بعد تجربة قصيرة مع الفريق. وقال فالنسيا في بيان رسمي على موقعه: فالنسيا يعلن أنه وصل لاتفاق مشترك مع جاتوزو لإنهاء العلاقة التعاقدية واللي جمعت بين المدرب الإيطالي والنادي. خسر فياريال من فريق رايو فاليكانو بنتيجة 1-0 في المباراة اللي جمعتهم على ملعب لا سيراميكا في ختام منافسات الجولة 19 من بطولة الدوري الإسباني للموسم الحالي، وبكده أصبح فياريال في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 31 نقطة، وفريق رايو فاليكانو في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 29 نقطة. كمان فاز ويست هام على فريق ديربي كاونتي بنتيجة 2-0 في المباراة اللي اتلعبت على ملعب برايت بارك ستاديوم ضمن منافسات الدور الرابع من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي للموسم الحالي. بالنتيجة دي ضرب نادي ويست هام معاد مع نادي مانشستر يونايتد في الدور الخامس في كأس الاتحاد الإنجليزي. خلصت نشرتنا الرياضية، ونرجع نكمل باقي فقراتنا في صباح الخير يا مصر مع منا وأحمد.